اي ظرف. ده انعكس. بص يا محمد، عاوز اقول لك حاجه، يعني الكلام على تغيير المدرب في التوقيت ده يعني ملوش اي علاقه بالمنطق، وخلينا يعني ما نروحش الناس في اتجاه ما ينفعش ان انا اجيب مدرب وما يقعدش شهرين ويقول يا جماعه ماشي. خلينا اما نتعود ندي فرصه بجد وفرصه كامله، ما نبقاش عاطفيين او هوائيين. المنتقد جريدو، تقول لي المنتقد جريدو؟ ما بقولهمش حاجة، أنا بقول للناس كلها يا جماعة خلينا نشوف أوروبا ماشية إزاي، ودايما بنحاول نقتدي بيها، نشوف الناس لما بياخد فرصة، لما مدرب بياخد فرصة في بري سيزون كامل وبياخد فترة إعداد وبيلعب موسم كامل وبعد كده بنقيمه، مش بنقيمه على ماتش وعلى ماتشين، مفيش الكلام ده في مصر. عشان كده إحنا في حالة تخبط جامدة جدا. الأهلي النهاردة فول تيم قدم أداء مقنع شوية أمام الزمالك وخد بطولة، موقعة القطن وأنتوا ناقصين عناصر كتير عشان ظروف القائمة الأفريقية، شايفها إزاي؟ كل ما المدرب بياخد وقته أكتر وكل ما اللعيبة بتتأقلم أكتر كل ما ده هينعكس الأداء هيبان. فيعني انا شايف ان احنا احسن كتير من الفتره الاولى، من فتره الكاس وفي ماتشات سيو سبور في المجموعه التمهيديه، بس بعتقد ان احنا في القطن ان شاء الله هنبقى احسن، وعلى بدايه الدوري هنبقى احسن واحسن. كابتن شريف، كابتن شوبير، ده كان لقائنا مع كابتن شريف اكرامي اخر لاعب غادر استاد القاهره الدولي، كان الكابتن شريف اكرامي اختصنا بهذا الحوار. يمكن كل الزملاء من القنوات الاخرى بيحاولوا